صديق ليا قال لي ما بعرفش اكون الشعار، ما بعرفش اجيب فكرة الشعار ولا اكون الشعار. فقلت ان انا اجاوب على سؤاله في الفيديو ده، وهوريه ازاي تكون شعار بسهولة وببساطة جميلة جدا. يعني هتلاقي الموضوع اسهل من كده مفيش. طيب نشوف مع بعض الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناتنا المميزة. إن شاء الله هقدم لكم في الدرس ده فكرة تصميم شعار بسهولة، مش هاخد معايا دقايق، بسيطة جدا. أنت كمبتدئ لما تيجي تكون شعار بتشغل نفسك بإضافات وتأثيرات كتيرة على الشعار، فده اللي بيخليك متلخبط وتطلع الشغل بتاعك مش مظبوط ومش متناسق. اهم حاجة في خصائص الشعار انه يكون بسيط جدا ومفهوم ويدي المعنى اللي هو معمول علشانه، مش يكون فيه شغل كتير وتأثيرات كتير. والشغل اللي بنشوفه ده التأثيرات والشغل بنضيفها في تصميمات السوشيال ميديا، لكن الشعارات بالذات لازم يكون الشعار بسيط جدا 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 ومميز فوق ما تتصور، ويكون مقروء وواضح للشخص اول ما يشوفه. معظم الشركات العالمية شعاراتها بتكون فقط كتابة، مش في حاجة مميزة فيها، لكن خلاص انا بشوف الشعار ده زي كلمة جوجل، انا بشوف الشعار خلاص عرفت ان ده لجوجل، انتهى الامر. يعني طالما شفت الشعار عرفت ان الشعار ده لجوجل، مع انه كتابة مش فيها اي تأثيرات خاصة. طب تعال نصمم شعار النهاردة كده ونشوف. وليكن انا عندي شعار براند عطور اسمه الريم. عايز اعمل شعار للبراند ده او الكلمة دي، ده براند عطور، عايز اعمل له شعار. ببساطة كده انا هحدد كلمة الريم وهروح اختار فونت من الفونتات اللي متوفرة عندي. في الحالة دي انا هختار فونت الذهبي. بناء على ايه اخترت فونت الذهبي؟ بناء على تدريب المستمر وتصميمات السابقة. فانا وانا مجرد ما شفت الكلمة تخيلت الكلمة هعمل فيها ايه. هاخد الفونت واعمل له كريت اوت لاين، وهروح اعمل الجزء ده كده، هعمل له ان جروب الاول، وبعدين هعمل الجزء ده كده يونايت من الباس فايندر. طبعا الباس فايندر بنجيبها من قائمة ويندو، وهعمل للجزء ده يونايت. هاخد منه نسخة عشان هعمل شكلين، هضغط على الت واحدد الشكل واسحب بالشكل ده كده. تعالوا نعمل الشكل الاول. ببساطة جدا هروح جايب اداة الريكتانجل وعامل مربع كده، واخلي ستروك وازود المربع شوية بالشكل ده كده، واخلي كلمة الريم داخلة جوه شوية، وهجيب اداة المقص واقص من هنا كده ومن هنا ومن هنا ومن هنا. الشكل المتحدد ده هضغط على ديليت مرتين، وبعدين هروح اشيل الجزء اللي هنا ده، هضغط على ديليت مرتين، هحدد الجزء ده والجزء ده، واروح على اليونيفورم هختار الشكل ده، واروح على اوبجكت اختار اكسيباند ابيرانس. هاجي هنا كده هجيب اداة الريكتانجل وارسم المربع ده، وهجيب برضو اداة الريكتانجل وارسم المستطيل ده كده. هحدد الجزئين دول واخليهم يونايت بالشكل ده كده، واجي هنا كده واحدد النقطتين دول واسحبهم بالشكل ده كده، وانزل لتحت شوية. هروح جايب اداة الاليبس وارسم دايرة بالشكل، مش شرط تكون دايرة مستقيمة، ممكن ارسم دايرة، ممكن ارسم شكل بالبين تول، واخليها ستروك. وهجيب اداة المقص وهاخد الشكل ده كده، وهاخد الشكل ده كده، هحذف الجزء ده وهحذف الجزء ده، وهجيب الشكل ده اعمل له كده، والشكل ده ارفع لفوق كده، واجيب الاثنين واروح على
اليونيفورم، اليونيفورم ده ببساطة أنا كونت الشكل ده، هروح أحدده بالكامل وأعمل إكسباند أبيرنس وأدي له اللون اللي أنا عايز أديه للشكل. ده لوجو بسيط ومقروء ومفهوم وبادي الغرض. طب تعالوا نعمل شكل تاني من اللوجو ده، تعالوا نجيب كلمة الريم. المرة دي بقى هنعمل شكل إليبس، دايرة. هنحدد الإليبس ونضغط على شيفت ونعمل دايرة بالشكل ده كده، وتعالوا نعمل الدايرة كده، هنصغرها شوية بحيث ان هي ما تكونش كبيرة زيادة على اللزوم، وهنجيب أداة المقص وهنقص الجزء ده كده ونحذفه ديليت، ونجيب نقص الجزء ده كده، واحنا عايزين نحذف الجزء ده هنجيب الحرف ده نرفعه لفوق، وهنجيب النقطتين دول نكبرهم شوية بالشكل ده كده، وهنجيب أداة البين تول أو أداة القلم، أي أداة بتحب ترسم بيها، وهنكمل الجزء ده كده، هنضغط هنا كده ونضغط هنا ونكمل الجزء ده كده. طبعا هديله سماكة بالشكل ده، هاخد النقطة دي هحدد النقطة دي كده وهضغط على Alt وأسحب. ممتاز، هنجمع النقاط دي ونديها يونايت من الباس فايندر. هنروح على ملف التشكيلات بتاعنا وهنجيب هنجيب الأجزاء دي، وهنجيب الوردة دي ممكن نضيفها عندنا، وهنجيب شوية تشكيلات نضيفها وليكن الشادة ودي، وهنجيب الجزء ده، ممكن نجيب الميم، وهنجيب الأشكال دي نضيفها هنا كده، نصغرها بالضغط على شيفت ونسحبها. هنجيب الجزء ده هنضغط عليه ونختار ترانسفورم وريفلكت، وبعدين هنضغط اوكي وهنجيبه كده، هنصغره بالشكل ده كده، ونضيف بقى التشكيلات بتاعتنا. هنضيف الجزء ده كده، ونضيف حرف الميم هنا، ونضيف الجزء ده هنا كده. ممكن بقى انك تضيف بعض التشكيلات هنا كده، بما ان ده براند عطور فهضيف بعض التشكيلات زي الزهور وكده، فهتديني شكل جمالي في التصميم. هنحذف بقى الأشكال دي، ممكن نجيب دي هنا كده، والورد دي برضو ممكن نضيفها هنا، وهنحذف الأشكال دي، وهنيجي برضو نرسم الجزء ده كده، هنجيب الجزئين دول، وهنيجي هنا كده هنجيب أداة البين تول لكن الأد أنكور بين، ونضيف نقطة هنا، هنحول النقطة دي لكيرفد، وهنجيب السهم الأبيض ونسحبها بالشكل ده كده، هنحدد الجزئين دول ونخليهم في المنتصف بالشكل ده، وهنيجي هنا كده وهنا كده ونديهم اليونيفورم ونزود السماكة شوية
طبعا الاضافات اللي هتضيفها دي حسب راحتك انت. نيجي نعمل حاجه ان احنا نحدد الكل ونروح على الاوبجكت ونختار اكسباند ابييرنس، وهندي الكلمه لون وليكن لون تركوازي ده، وكمان دي هنديها اللون التركوازي ده، وهندي بقى الاشكال الباقيه هندي ده اللون، وندي الاشكال الباقيه لون تاني وليكن هنديها اللون الاصفر او اللون ده، خلينا نديها لون يمشي مع البراند شويه. تيجي بقى تبدا تضيف اضافات زي ان انا اضيف البلوب اللي هي نقاط صغيره كده، دي ببساطة جدا فكرة درس النهاردة اللي انا عايز اوصله لكم، ان انت اهتم بالبساطة، البساطة في تكوين الاسم وازاي ان الحروف ومكونات الاسم تكون متساوية في القياس والتشكيل متساوي متناسق معاها، ما تدخلش نفسك في متاهات كتير وانك تحاول تطلع احسن حاجة. احسن حاجة هي ابسط حاجة تعملها، مش احسن حاجة انك تضيف اشكال وتضيف حاجات تشوه منظر التصميم او انك تلخبط الحروف حرف كبير وحرف صغير. لا، احسن حاجة انك تعمل تصميم بسيط، شغل بسيط جدا يديك شكل جمالي رائع في النهاية ويقبله العميل من اول مرة من غير اي تعديل. اتمنى تكون الفكرة وصلت. طبعا في دروس معانا كتير في مجال الشعارات هقدمها لكم. ما تنسوش دعمكم للقناة، برضو دعمكم للقناة مهم جدا عشان استمر معاكم. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.